أعلنت قوى عراقية تمثل كتلة الجماهير الوطنية وجبهة الإنقاذ والتنمية والمشروع العربي والحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة تشكيل جبهة سياسية جديدة داخل البرلمان تضم 35 نائباً. وأكدت الجبهة أنها تهدف إلى زرع الثقة والأمل في المستقبل والرد على التحديات التي تشهدها البلاد، داعية إلى إجراء انتخابات مبكرة في ظل ظروف طبيعية والكشف عن مصير المغيبين والمفقودين وإطلاق سراح سجناء المتهمين بقضايا كيدية أو بسبب المخبر السري. عقدت مجموعة من القوى السياسية وعدد من النواب المستقلين اجتماعا مهما بحث الاجتماع الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والصحي في العراق، وناقش المجتمعون طبيعة التحديات التي تواجه البلد وما تستلزمه من جهد وطني مخلص هدفه تحقيق انتخابات مبكرة في ظل ظروف طبيعية لا يطعنها السلاح المنفلت أو الرغبة في التدخل في صياغة قوانين تمثل مصالح الكتل السياسية لا مصلحة الشعب وقراره المستقل وإرادته الحقيقية. وتدارس المجتمعون الأزمات والمشاكل التي تعصف بالمحافظات وما يعانيه مواطنوها من إجراءات تعسفية وإنكار للحقوق المشروعة، ما تشكله وما تشكله من جريمة الإخفاء القسري لأعداد كبيرة من المواطنين، فضلا عن السجناء والمعتقلين لأسباب كيدية أو بناء على اتهامات المخبر السري. إلى ذلك وأمام مسؤوليتنا الوطنية ومسؤوليتنا أمام أهلنا الذين عانوا الويلات وما زالوا تحت تأثيراتها، فقد اتفق 35 نائبا يمثلون جبهة الإنقاذ والتنمية وكتلة الجماهير والمشروع العربي والحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة، فضلا عن مساهمة نواب المستقلين، اتفقوا على التعاون والتآزر عبر تشكيل جبهة برلمانية لوقف التداعي وإنصاف المظلومين من مواطنينا.